أحييكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج جراند سكور ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لموقع لبناني الكبير. اليوم ضيفنا متعدد المواهب هو الأستاذ محمد عويدات، رئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة. هاي أول موهبة. تاني موهبة المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية. ثالث موهبة هو رئيس بعثة الألعاب الفرنكوفونية، البعثة اللبنانية المسافرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا فيك وبشرفني أكون معك اليوم بموقع لبنان الكبير. أهلا وسهلا فيك دايما. خلينا نبلش من الآخر، الألعاب الفرنكوفونية. يعني عم نلاحظ أنه ما في شيء يشير بالإعلام أنه كأنه ما حدا عارف فيها الخبرية. شو اللي صاير بالموضوع؟ الألعاب الفرنكوفونية ألعاب يعني مثل كأنها ألعاب أولمبية مصغرة بتصير كل 4 سنين. نحن عم نحاول وبنتشكركم كتير بهالناحية انه انتو أول وسيلة إعلامية عم تلقي الضوء على البعثة الفرنكوفونية. في حملة حتصير بهال يعني قبل ما تسافر الباسة ب24 الشهر لحتى لإلقاء الضوء مع وسائل الإعلام لحتى نعرف بالباسة ونعرف بالألعاب والمشاركة اللبنانية. نحن الباسة رح تكون مؤلفة من حوالي 94 شخص. بالألعاب الفرنكوفونية هي مقسومة لقسمين، بلشت سنة 1989 بالمغرب وكل 4 سنين تقام بدولة من الدول الفرنكوفونية ونظمها لبنان سنة 2009. بال 2017 كانت بأبيجان وشارك لبنان بالألعاب، وبسبب كوفيد كانت مقرر تكون بال 2021 ظلت تتأجل لحتى وصلنا لل 2023. الألعاب الفرنكوفونية منا بس ألعاب رياضية، في تركيز كبير على الألعاب الثقافية كمان، المنافسات الثقافية. يعني نحن البعثة عادة دايما بتكون قسمين، قسم ثقافي وقسم رياضي، لأنه هي الفلسفة الفرنكوفونية أنه بالنسبة لتقارب الشعوب الناطقة باللغة الفرنسية أنه يكون في تفاعل ثقافي ورياضي بنفس الوقت. للأسف نحن هالمرة البعثة العدد الأكبر والغالب هو الرياضة. بالثقافة بس عنا منافسة يعني بلعبتين بدنا نقول، أو اللي هي مش بلعبتين، بمنافستين ثقافيتين. هي منافسة بالرسم، في عنا رسام لبناني لازم يكون دايما من الشباب حينافس بالمسابقة الثقافية، وفي عنا بالشانسون بالغنية دايما بيختاروا شاب يغني بالفرنسي. هول بس المشاركين، أكيد بده يكون معه بيانيست يرافقه. بالنسبة للرياضة كمان، بالرياضة الألعاب الفرنكوفونية ما بيحطوا كل الرياضات، بيختاروا رياضات معينة لا تتجاوز 10 رياضات. يعني عنا نحن منشارك بالفوتبول، بس الفوتبول في تحت 20 سنة. فوتبول رجال يعني اخدين منتخب الشباب ولا منتخب تحت 20 سنة؟ ان الاتحاد اكيد نقوا بس نحن بنعطيهم الجايد لاينز. يعني بدنا نشارك بالباسكت بول المفروض يكون اقل من 25 سنة للبنات، باسكت بول بنات، فوتبول شباب. كمان مشاركة بالجيدو، بألعاب الكوة، بالبيبون، وبالهاندي سبور، ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن مشاركين بهالست ألعاب. الألعاب مش كبيرة، يعني الباقيين من هون في مصارعة إفريقية، هيدي نحن ما عندناش إياها بتعرف، لأنه الأفارقة ناشطين جدا بالمنظمة الفرنكوفونية. وفي عنا كمان المصارعة العادية، نحن ما شاركنا بالسنة يعني بالمصارعة. وهيدي البعثة مؤلفة من 94 بين ثقافة ورياضة.
الإضاءة عليها كيف راح تتم؟ يعني عندكم خطوات معينة أو هل يعني راح يتم توزيع برنامج المسابقات اللي راح تصير بالمرحلة اللي جاية؟ أكيد بقى الإضاءة راح تكون من قبل وسائل الإعلام وأكيد راح يعني منه لقاءات مثل اللقاء اليوم ومنه كمان البرنامج والبعثة والمشاركين والممثلين المنتخبات وكذا راح تكون متناول الصحافة ووسائل الإعلام. ليش اقتصرت على هالألعاب بالذات ما توسعت أكثر؟ ومين عم يصرف؟ نحن مثل ما بنعرف الألعاب الفرانكوفونية أو أي ألعاب اليوم الحالة الله يساعد الحالة يساعد يعني مين اللي عم يمول هالخطوة أنه نشارك بالألعاب الفرانكوفونية اللي بدها تصير بكينشاسا؟ نحن أول شيء بالنسبة للألعاب ليش بيختاروا هيك ألعاب؟ هيدي المنظمة الفرانكوفونية في لا بس ايه؟ نحن كمان نحن ما شاركنا بكل الألعاب لا لا طبعاً. هو نحن تقريبا بالرياضة شاركنا بكل الألعاب أوكي. تقريبا لأنه في لعبة اسمها ليوت أفريكان نحن معنا شيء مصارعة أفريقية وفي المصارعة كان في ظروف معينة باتحاد المصارعة ما خلته يشارك بس تقريبا بكل الألعاب بشاركين بالثقافة في منافسات كتيرة مسابقات ثقافية كتيرة مش مشاركين فيها لأنه هيدي تتعلق بوزارة الثقافة مش بوزارة الشباب والرياضة نحن هن يعني عادة بينقوا المشاركين وهن اللي بيسعوا لحتى لتأمين المشاركين الله السنة المشاركة ضعيفة شوي لأنه هن غيروا في كتير يعني صار في تغيير عندهم بالمنسق الثقافي هلأ بالنسبة لتمويل الألعاب نحن وفي شغل في ميزة جدا للبنانيين الخارج انهم ما بينسوا بلدهم لبنان ما مثل ما كل بيعرفوا اليوم انه الصعوبة انك انت ما بتقدر تحصل ولا ليرة تقدر تصرفها على بعثة كبيرة من مثل هيك كل البعثات الماضية اللي كانت تسافر كانت تمولها الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء بكره الدولار ايه بايام ما كان الوضع منيح وكان التسخي عليها وكان في تاكيد كبير يعني يكون في تاكيد سياسي بضروره المشاركه لانه المشاركه بالمنظمه الفرانكوفونيه بوضع لبنان ضمن هالمنظمه يعني المشاركه ضروريه هو قرار سياسي بدك تقول مع القرار الرياضي لذلك لبنان حريص جدا انه يشارك ومن أول ما أقيمت الألعاب لليوم ما غاب ولا مرة حتى لبنان نظم عنده هون 2009 الألعاب والأصداء أصداءها كانت ضمن الدول الفرنكوفونية إن من أهم الألعاب اللي تنظمت بتاريخ الألعاب لذلك الحرص على المشاركة كان كبير من كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ومن الرئيس نجيب ميقاطي شخصيا لانه حتى هو كمان يعني بقلب يعني موضوع بالصوره بكل هالامور هلا الخبر الايجابيه تمثلت بابناء لبنان بالخارج نحن لما كنا بأبيجان وفي جاليه لبنانيه هناك حسينا بمحبه وحضن اللبنانيين هناك يعني تصور انه نروح نلعب مباراة ضد ساحل العاج اللي هي المنظمة نلاقي انه الجمهور اللبناني بقلب ساحل العاج اكتر من جمهور البلد نفسه لذلك اجت الفكرة انه بالتواصل مع الجالية اللبنانية بكينشاسا اذا بتقدر هي تمول البعثة من حرصها ومحبتها للبنان مش بديش اقول مفاجأة انه كان الرد سريع من الجالية هناك اي شيء بتطلبوه البعثة شو بكير عددها شو كذا ما تعطلوا هم شيء راح تكون البعثة كلها على حساب وعلى نفقة الجالية الجالية بكينشاسا وهيدا الموضوع ريحنا كتير لانه نحن ليس عندنا اي امكانية للمشاركة من دون التمويل هيدا من بطاقات السفر من الاقامة من التياب من اللقاحات ما في كله من ألف إلى زد من الجالية اللبنانية الدولة اللبنانية
لن تتكلف قرش واحد على هالبعثة. وهيدا نحن بستغل هالمناسبة هون لحتى نوجه الشكر والتقدير لأبناء الجالية بكنشاسا ورئيسها هونيك الأستاذ عيساوي ونائب الرئيس رولان ياغي، لأنه نحن على تواصل مستمر مع الوزير الدكتور كلس بالنسبة لتأمين كل مقومات البعثة. طيب شو التوقع يعني، هل هي رح تكون مشاركة لمجرد المشاركة أو متوقعين نعمل شيء يعني بالنتائج بالنسبة لل هلأ نحن صحيح أنه المنافسة قوية، بس نحن عادة منحقق يعني نتائج عادة مش كبيرة، يعني ما في دورة إلا ما حققنا فيها بعض الميداليات. يعني الدورة الماضية كان في عنا ميدالية ذهبية وفضيتين، اللي قبلها كان في ميدالية ذهبية وفضية، يعني دايما منحقق شيء، يعني ما منطلع لأنه المنافسة قوية. نحن عم نتنافس مع دول أفريقية ودول أوروبية، يعني بالمنظمة الفرنكوفونية ودول الشمال أفريقيا كمان. نعم. كل هون وبشاركوا على أعلى المستويات، مع أنه بتكون المشاركة أنه مثل بعض الدورات أنه بيبعتوا الصف الثاني، لا بكون في مشاركة فعالة ومن أعلى المستويات، لذلك المنافسة قوية. نحن نتأمل يعني أنه يكون عنا يعني حصيلة من الميداليات بهذه الدورة كمان. ننتقل لملف وزارة الشباب والرياضة. اليوم أو حضرتك أنت رئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، كيف شايف الرياضة وكيف فيك تقيمها اليوم في ظل المعطى الموجود؟ ما بدي أقول لك نرجع لل 2019 لأنه كان أيام ما كانت الظروف أفضل وبعدين لحق الكوفيد و اليوم كيف شايف الظروف الرياضية؟ هل هي اليوم توحي يعني تطور ما بظروف أفضل؟ لا شك أنه مش يعني دايما نحن لا شك أنه البلد دايما كله تأثر بالظروف. بالوزارة نحن ما منوقف يعني بالنسبة للشغل يعني بأصعب الظروف. في يعني الوضع الرياضي اليوم يشوب بعض المشاكل، وخاصة ما يجي على الساحة الرياضية من خلافات داخل اللجنة الأولمبية. هيدي الخلافات يعني الوزارة حاولت وسعت انه يكون في بسعة توافقي وصلح ولحتى للتوحيد الوسط الرياضي وتوحيد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية. للأسف البسعة ما وصل لختام سعيد، لخاتمة سعيدة. هلا اليوم نحن مثل ما عم نشوف انه في نزاع داخل اللجنة الأولمبية، وهن كمان صاروا لجأوا يعني بعض الأطراف إلى القضاء ودعاوى متبادلة، وكمان بالنسبة لمجلس التحكيم الرياضي، وناطرين هلا بالنسبة لشو بيصدر عن هال. طيب طلع قرار، تم انتخاب جودة شاكر أمين عام، و تم يعني كأنه عم بيرجعوا يقلعوا من جديد من خلال الشخصيات اللي تم ضمها بدل اللي استقالوا يعني. هلأ هن لأنه في جهتين، هلأ إيه الشرعية الدولية الأولمبية إجت للجنة الأولمبية برئاسة بيير جلخ، وكمان بالنسبة الطرف الثاني كمان ان عملوا انتخابات وكذا وهيك، واختاروا جورج عبود رئيس للجنة الأولمبية، وهذا مؤسف يعني بالتأكيد. الشرعية الدولية عطت بيير جلخ الشرعية. هلا في دعاوى، نحن مش رح نستطبق، نحن حاولنا ما نفوت، خاصة انه الوزارة يعني دايما مش نحن بنعمل المشكلة بتصير برا، بيجوا بدهم يرموها على الوزارة. الوزير مع التوافق من اول يوم لحد الان، انه لانه هيدا الانقسام انقسام منه جد يعني انقسام خطير بالوسط الرياضي. بالنهايه
في مجالس تحكيم أن بيعترفوا فيها. انتبه لحنا مع تحفظاتنا على مجالس التحكيم كوزارة ولا شيء، بس هن اللي خلقوا وهن اللي لجأوا لها. كمان نحن كوزارة دائما يسيء فهم دور الوزارة. بتعرف خدنا معارك كبيرة بلبنان نحن بوجه انه الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية كتير اشتغلوا على اساس انه الوزارة انتوا بلكوا عليها فينا، يعني مستقلين. يعني وانا من كلامي حتى بعد لحتى لا اقول لهم انه انتوا بالاساس هلا صرتوا لقيتوا بالاخير انه الجناح تحت اللي بدكم تحكموا فيه لما صارت المشكلة عندكم صرتوا تجوا على الوزارة. من قبل لا، صرتوا من قبل كنتوا تشيعوا وتبعتوا للاتحادات انه لا وزارة بطلت لها علاقة فيكم، انتوا مستقلين استقلال تام، الوزارة مجرد يعني غطى 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 يعني معنوي. لما علقتوا بالمشكلة صرتوا بدكم تحاولوا انه الوزارة تحل، لا الوزارة تيجي مع طرف ضد التاني. نعم، وهيدا نحن اللي الوزير اللي رفضه. هلا بالنسبة للوضع الرياضي بشكل عام، شو ما برامنا بده يعتمد على التمويل. أكيد الوزارة كانت بالماضي تدعم، ولحتى لا أنت تقدر كمان تدير وسط رياضي عطول بده يكون في عندك جزرة وعصاية. العصاية لما صارت في استقلالية تقريبا تامة للهيئات الرياضية من اتحادات ولجنة أولمبية وكذا بالمرسوم 4481، نعم، تقلصت سلطة الوزارة على الاتحادات، والجزرة هي المساعدات اللي كانت تعطيها الوزارة للاتحادات والأندية كمان وقفت صار 5 سنين تقريبا 4 سنين وقفي. هون انه تكلص دور الوزارة شوي. بس بعدنا نحن عم نعمل الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وعم نرخص، لا طلع أصوات كمان انه عم ترخصوا اتحادات رياضية. أكيد نحن شغلتنا نرخص اتحادات رياضية، شو شغلتنا يعني كوزارة؟ مثلا لا اجي اقول لك، انا اعطيك مثل، واحد اجى هلا هون بيعشق مثل ما صار بالبادل تنس ولا صار باي لعبه تانية، واحد جاي قال لك انا جاي استثمر بلبنان بدي انشر هاللعبه، حاطط مئات الوف الدولارات لحتى لانشرها، بدك تعطيني غطاء قانوني انا لانه بدي انشرها وكذا، وهي بتيجي بتقول له لا انت اتحاد جاي تأسس اتحاد، لا ممنوع. أسسنا إجا كتير أسس لآخر فترة يمكن فوق 20 اتحاد، مش إنه اتحاد لوجين تبيدا لإقامة اتحاد سامي بادل تنس بيكل بول فانكشنال فتنس، أي واحد من الوزارة عنده هواية معينة هو على عاتق ومستعد إنه ينشرها، وهذا واجبك أنت. يعني على اليوم في لعبة عالمية بتطلع على جمهورها بتلاقي عشرات الألوف ومئات الألوف. الكريكت اللي هي لعبة هندية باكستانية بهالمنطقة هيدي، طيب أنا منا موجودة بلبنان، إجا حدا لهون وقال لك أنا بتقول له لا ممنوع، أنت اتحادك ممنوع تعمل، ليش ما تقول له ممنوع؟ يعني عم تألفوا لجان تمهيدا تمهيدا هي في بروسيجر معين. طبعا تعمل لجنة بعدين قدر هو يتوسع ويعمل أندي وينشر هاللعبة بيكمل، بس انه تيجي تقول لا هيدي وظيفتنا شغلتنا. طيب خليني فوت من هالملف طالما حكينا عن التمويل لملف المنشآت الرياضية اللي نحن عنا كارثة فيها والظروف، وانت جاي على رأس هالمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية بوضع مأساوي، وحاولت تضوي عليه من خلال المؤتمر اللي دعيت له بالنسبة للمدينة الرياضية اليوم. خلينا نسأل، انه كان انحكى انه بده يصير في عملية تشريك القطاع الخاص او الاندية
بعملية إدارة المنشأة أو صيانتها ومتابعتها، وخصوصا أنه إحنا مدعوين بالفترة اللي جاية لاستضافة مباريات إن كان على صعيد المنتخب أو على صعيد الأندية. فوين صرنا بهذا الملف، وهل هناك أفق يعني بهذا الإطار؟ تأسف بعض الأحيان أن تكون الدولة متكلفة مئات ملايين الدولارات على هيك منشآت، وانت عم تطلع عليها عم تنهار منهارة. يعني المدينة الرياضية اللي عمرت وكانت تحفة بوقتها أيام الرئيس رفيع الحريري وبعد الرئيس الياس الهراوي، اليوم منظرها يمكن انت شفته ووسائل الاعلام شافت الحالة اللي وصلها له. على القطاع الخاص لا مفر، لا مفر من القطاع الخاص. انت اليوم بموازنة المؤسسة العامة ما فيك تجيب مازوت للمدير اللي عندك، مدير للدوي. ولكن انا من اول ما استلمت صار لي فترة عم شوف الطرق القانونية، لانه نحن دولة، نحن نمثل احد قطاعات الدولة، ونحن مؤسستنا مؤسسة عامة، مؤسسة رسمية، في اجراءات قانونية لحتى واحد من القطاع الخاص ليستلم يقدر يفوت على هالمنشأة يشتغل ويستثمر، وما حدا رح يجي يصلح لك من دون ما يكون كمان يرجع الاستثمار تبعه ويربح فوق منه كمان. هلأ إذا خدت أنا، نحن بتعرف لأنه نحن عندنا 7 منشآت، عندنا 7 منشآت بلبنان، لحتى لها يعني لحتى لها تكون واضحة، في الملعب الفوتبول بالمدينة الرياضية، في قاعة مقفلة بالمدينة الرياضية، في عنا ملعب طرابلس الأولمبي، في عنا قاعة رفيق الحريري بالمينا، في عنا ملعب بعلبك، في عنا المسبح الأولمبي، في عنا المدينة الكشفية من أهم المدن الكشفية بسمار جبال بقضاء البترون. هول كل المنشآت تبعي للمؤسسة العامة. لحتى لا تدخل القطاع الخاص، اتصلنا بالمسؤولين المعنيين دايما بقصة القوانين اللي هول اللي بدهن تمرق عليهم المعاملات ليوافقوا لك على أي عقد، كان ديوان المحاسبة ولا هيئة الشراء العام. صار في عقد سابقا مع مجلس إدارة السابق مع أحد الجهات لاستثمار قاعة بير جميل اللي بقلب المدينة الرياضية. هيدي القاعة العقد وقف لأنه كان في مشاكل قانونية. هيئة الشراء العام ما وافقت عليه شفهيا، وزير الشباب والرياضة رفضوا، وزير المالية رفضوا، بعدين تبين انه الاجراءات اللي اتخذت بالنسبة لهالعقد غير مطابقة للقانون. شو هو المطابق للقانون؟ عقود من هالشكل بدأ قانون امتياز، يعني بدك تروح على مجلس النواب، وكلنا بيعرف مجلس النواب بهالفترة هيدي الوضع بالنسبة للتشريع بلبنان. يعني تصور انت لحتى لا انا تيجي انت تقول لي بدي انا اخذ مدينة كميل شمعون بدي الرياضية، بدي اخذها انا استثمرها وكذا وهيك، بيجي بقول لك لا بدك قانون، بدي روح القانون على مجلس النواب يعطوا قانون امتياز. يعني شبيهة هيدي بقصة مبنى المطار اللي نعمل عقده واللغة. اجت شركة قالت لك انا بعمر مبنى وبستثمره لمدة 25 سنة، قامت بيقول لا بدأ قانون امتياز، نحن مش رح يعمر، نحن بده يصلح، وتصليحه فيه مبالغ ضخمة. يعني نحن اليوم لما يجي مجلس الانماء والاعمار سنة 2018 يعمل دراسة قبل انفجار بيروت ويقول لك لترجع المدينة مثل ما كانت بدها 48 مليون ونص مليون دولار كلها سوا. هلأ نحن عم نشتغل هلأ لحتى لنقدر نعمل مباراة مثلا حسب المعايير الدولية، لتقدر تعمل الملعب، لتعمل معه الغرف الملابس والحكام، وتشيل المي اللي عم تنزل مثل الشتاء من المدرجات، ولتعمل الكهرباء ولتعمل كذا، بدك ما بين 700 للمليون دولار لتقدر تعمل مباراة، بين 700 ألف للمليون دولار يمكن
بعد الدراسة ما خلصتش بس سيدة التقدير تبعها. طيب هل بده يجي يعمل هالمصاري بده يروح بده قانون امتياز، بده قانون امتياز. بالنسبة لقاعة الباسكتبول، قاعة الباسكتبول أنا كان معي حديث مع اتحاد الباسكتبول، لأنه الباسكتبول بالعقد القديم كان فيه ثلاث جهات، أنه هنا منتخباتهم بيدربوها، ما عندناش مشكلة تعوا دربوهم للمنتخبات صلحوا بس دربوا المنتخبات، وهذه مهمة وطنية، بس فيش ما بدكم تأمنوا المزود، تأمنوا لحتى للضوء. يعني هذا الحديث منه ما حدا بيطلع، لأنه أنا بسمع بعض الأحيان الحكي سهل، بيطلع واحد منقول بيطلع على منبر ببلش يحكي وكذا، لا هيدا الحقيقة. نحن في عنا رحنا اجتمعنا، اجتمعت أنا مع الرئيس محمد بدران رئيس ديوان المحاسبة، اجتمعت مع الدكتور جوهان العلي أكثر من كذا لقاء كله لنزل العقبات. استدعيت إلى لجنة الشباب والرياضة ثلاث مرات بمجلس النواب مع ديوان المحاسبة مع كذا كله لنحل القصة. هلأ عم نلاقي بواب، هلأ الحمد لله إجينا الهبات أهم شيء أسهل شيء، إجينا هبة للمدينة الكشفية، لا بدك مناقصات ولا قانون امتياز ولا شيء. الجهة المانحة تقريبا راح تحط حوالي 400,000 دولار بالمدينة الكشفية، بالمدينة الكشفية هي بدها تعيد تأهيلها كله، هي بتلزم هي بتصطفل، نحن علينا بس نراقب هالجدول التنفيذ الشغل يكون حسب الشروط المحطوطة، لأنه في شروط. هلأ هيدي المدينة الكشفية بأستغل هالمناسبة هون، المدينة الكشفية اللي هي من أجمل المدن الكشفية وواقعة من منطقة من أجمل المناطق، فيها 9 مخيمات 9 ساحات تخييم بتسع الألاف، فيها ملعب فوتبول بمقاييس دولية ومدرج، فيها منامي لفوق 100 شخص مبنى، وفيها مطبخ من أهم المطابخ، وفيها مي، وهلأ بالهبة رح نعمل لها طاقة شمسية، رح يزبطوا التخوت الفرش الطرش التين الحمامات ساحات التخييم كله هيدا. يعني أنا كمان عدا عن أنه هي تستعمل للكشاف وللتخييم، لذلك إن شاء الله من بعد ما يخلص الشغل ممكن لذلك نحن عم نقول أنه مفتوحة أمام كل الأندية اللي بتحب تعمل معسكرات، معسكرات لفوتبول ولا أي شيء تاني، حتى فيها ملعب باسكت بس بطون، فيها مسرح روماني فيك تعمل عليها حفلات غنائية وحفلات كذا، بس إنه لا تتأهل ملعب الفوتبول شغال. والهبة الهبة الهبة اللي إجت كمان بعتناها على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء أقرها كمان إنه قبول هبة عينية غير مشروطة من الاتحاد العربي للتطوع اللي مركزه بالبحرين. أنا ما بعرف إذا عندك شيء تضيفه بعد. يعني إن شاء الله تكون إنه وضحنا بعض الأمور، لأنه هيدي نحن اللي عم نحكي الواقع اللي معنا. أنا مش كتير بتعرف بحب أطلع على الإعلام، لأطلع على الإعلام. نحن المهم إنه لحتى لا تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع. بصير في اليوم كتير حديث، هيدي الحقائق مثل ما هي. وأنا بتشكركم وبتشكرك أستاذ محمد على هالفرصة، وإن شاء الله بكون إلنا لقاءات تانية إن شاء الله. أنا إن شاء الله بدي أتمنى لكم التوفيق برحلتكم على كينشاسا، وإن شاء الله منجيب ميداليات أكثر من الأيام الماضية بوجودك. لهون مشاهدينا بتنتهي حلقتنا لليوم، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج جراند سكور. إلى اللقاء الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة وشخصية جديدة.